النهارده احنا هندرس اخر حاجتين هما الاسلوب الشعر والادب الحكمه اللي موجود في العهد القديم، ومن جهه اخرى هندرس مع بعض او نشوف مع بعض اسلوب تاني من الاساليب الادبيه، وهو اسلوب الامثال اللي اتقدم في الاناجيل واللي رواه الرب يسوع بنفسه. وده من الاساليب شويه اللي بتحتاج نخلي بالنا منها، لانها سهله قوي لكن صعبه جدا، يعني في نفس الوقت هي زي السهل الممتنع كده، ففيها حاجات محتاج المفسر يكون واخد باله وهو بيتعامل مع النص اللي فيه الامثال. ناس كثيره بتتخيل انه الامثال ديت يعني حدوته، لا هي مش حدوته، هي حاجه صعبه وعميقه جدا رغم ان هي متقدمه في فكره سلسه وبسيطه. هنبدا كلامنا النهارده عن الشعر وادب الحكمه، وده بيخص الجزء اللي هو الاسفار الشعريه في العهد القديم، زي أيوب، المزامير، الأمثال، الجمعة، ونشيد الأنشاد. لو حبينا ناخد كده مقتطف أو تقدمة سريعة لكل سفرة، شوف أنه أيوب في إجابة على السؤال الكبير، لماذا يتألم البار؟ ليه؟ ليه في ألم؟ وده مكتوب بأدب الحكمة، مع كون في شعر كمان. المزامير فكرتها الرئيسية، موضوعها الرئيسية هو الله، الشركة معاه، العبادة، الاعجاب والحب المتقدم لربنا، السجود. ايضا في جانب كبير من المشاعر الوجدانيه اللي كاتب المزمور باوقات كثيره مثلا يعبر عن حزنه، عن المه، عن تعبه، عن ضغطته، وفي النهايه يروح مسبح الرب ويقول له انت نجيتني، انت انقذتني. لما اجي اسافر الامثال اشوف اسلوب جميل من الاساليب اللي بيحط فيها سليمان الحكمه بتاعته واختباراته اللي عاشها، وطبعا الحكمه اللي الله اديها له، بيحطها في قالب من القوالب يعني صعبه جدا. ازاي تعرف تحط فكره كبيره قوي في جمله صغيره؟ دي من اصعب الحاجات في الادب. قد تبدو للقارئ انها سلسه جدا، لكن هنا بقى مكمن صعوبتها، انه هو بيحط خبره وحكمه قوية جدا، بحطها في جملة فيها بضعة كلمات. فبنقول الأمثال هي حكمة رجل في منتصف عمره بيقدم اختبار. أما سفر الجامعة فبيحكي النهاية بتاعته، وبيحكي أنه جرب كل شيء وملقاش حاجة ليها قيمة غير حاجة واحدة بس، هي العلاقة مع الله، وهي اكتشاف الله، وأنك تكون بتعيش معه. قد يبدو سفر الجامعة من الأسفار شوية، الناس بتقول ده في تشاؤم جامد، هو مش تشاؤم على قد ما إنه نمط من الأنماط الأدبية اللي الكاتب بيقيم فيه الحياة ويقيم فيه الوجود كله، وفي النهاية بشكل فلسفي يعني في النهاية بيقول إنه مفيش حاجة ليها معنى، كل شيء باطل، لا الغنى ولا الجمال ولا الحكمة ولا المجد ولا الشهرة ولا النساء ولا أي حاجة، كل حاجة في النهاية باطل، إنما الشيء الوحيد إنك تعرف الرب وتتقي الرب كل أيام حياتك. السفر الخامس هو نشيد الأنشاد، واللي فيه الرب بيستخدم حكاية حب، بيتكلم عن الحب والمحبة اللي ما بين العريس والعروس، وعشان يقول إنه العلاقة دي ما هياش حاجة خطأ، يعني الحب ده مش شيء حرام، أو العلاقة الزوجية مش شيء حرام، شيء جميل جدا. عشان كده استخدم القصة الجميلة دي في إنه يقدم لنا من خلالها رسالة حلوة، فاهم؟ هنتكلم عن المحبة. تعالوا نمسك مع بعض حاجة حاجة ونشوف هنعرف إزاي نفك المسألة بتاعت الشعر في الأدب العبراني، وافهم ازاي النص اللي فيه مثلا المزامير او في ادب الحكمه او في المكتوب بالشعر. طبعا في حاجات كتير مكتوبه بالشعر، زي في اشعياء في شعر، في ارميه في شعر، في مراسي ارميه في شعر. فهنفهم بس ازاي نفك التراكيب الادبيه بتاعه الشعر. اولا الشعر العبراني ما هوش زي العربي او زي اللغات التانية، فيها وزن وقافية، لكن في عنده حاجة اسمها التوازي، باراليليزم أو التوازي، ده إنه عنده حاجات بتقابل حاجات تانية، جزء في التركيبة الجملة بيقابل جزء تاني، ممكن يكون بيرادف نفس المعنى، ممكن يكون بيعارضه أو بيناقضه،
ممكن يكون بيبني على بعضه، بيبني على بعضه. فده كله هنشوفه واحنا بنشتغل مع بعض في الأمثلة اللي جاية. اوكي، اول نوع من التوازي اسمه التوازي المبني على المرادفات. توازي مبني على المرادفات يعني ايه؟ يعني السطر بيقول نفس المعنى سطر تاني بس بكلمات مختلفة. يعني هي نفس الجملة بيكررها مرة تانية، عشان كده بتبدو بيك هو ليه بيكرر وليه عمال يزيد ويعيد. اوكي، هي مش بيزيد ويعيد على الفاضي، هو ده اسلوب الشعر بتاعه. اوكي، فيقولها ويقولها مرة تانية نفس الفكرة بس بكلمات مختلفة. تعالوا نشوف مثلا في سفر أيوب صح 38 آية 4 و7، بيقول كده: أين كنت حين أسست الأرض؟ بيسأله ربي، بيسأل أيوب أنت كنت فين لما أنا أسست الأرض؟ يعني عايز يقول له إيه؟ أنت إيه اللي تعرفه؟ ويروح مكمل يقول له: أخبر إن كان عندك فهم. هي نفس الفكرة، يعني عايز يقول له وانت تعرف ايه؟ كنت فين لما انا كونت الدنيا؟ انت بتعرفش كل حاجه، قول لي لو عندك فهم. في آية 5 يقولوا كده: من وضع قياس الارض؟ من وضع قياسها؟ لانك تعلم. او من مد عليها مطمارا؟ قول لي مين يعرف قياس الارض لو انت تعرف. او مين مد عليها شريط القياس؟ نفس الفكره بيعيدها، بيعيدها بطريقه ثانيه او لغه ثانيه او مرادفه ثانيه. مثلا على اي شيء كرت قواعدها؟ قواعد الارض دي محطوطه او راسيه على ايه؟ او من وضع حجر زاويتها؟ مين اللي حط حجر الزاويه بتاع الاساس؟ نفس الفكره. ففي كل الاربع سطور دول هو عمال يقول له الفكره واحده: انت تعرف ايه؟ ما تعرفش ولا حاجه. خدها له بكذا صوره، بيقول له كنت فين لما تأسست الأرض؟ مين اللي حط قياس الأرض دي؟ اتحطت أساساتها على إيه؟ أنت كنت فين لما ترنمت كواكب الصبح معا في بداية الخليقة؟ وهتف جميع بني الله وهتفت الملائكة، أنت كنت فين؟ شايفين الفكرة كلها بيسألوا أنت تعرف؟ ما تعرفش ولا حاجة. إيه خبرتك؟ إيه إمكانياتك عشان تقول لي؟ راح قايلها له في حوالي أربع سطور، كل سطر منهم فيه شطرتين مفهومش طبعا قافيه ولا وزن، لكن فيهم فكره التوازي، نفس الفكره انت شايفها عماله تتكرر. عشان كده اللي بيقرا النص ده هيقول طب هو يعني عمال يعيد ليه؟ لا، ده الاسلوب بتاعه، ده الشعر بتاعه. ناخد حاجه ثانيه شبيهه في مزمور 18 ايه 28، بيقول له كده: لانك انت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلماتي. فلو جيت أبص على المفردات اللي هنا اللي هو استخدمها، لأنك أنت، أدي الجزء وأدي الجزء الثاني. لأنك أنت مين؟ لأنك أنت، أنت الرب إلهي. يبقى الناحية الثانية حط بدل لأنك أنت حط الرب إلهي. تضيء، ينير، سراجي. كلمة تضيء سراجي هي تنير ظلمتي. سراجي اللي هو النور بتاعي اللي بينور في الظلمة. هو حط فكرة تانية بمفردات تانية شبيهة بيها عشان يقول نفس الفكرة. فالفكرة هنا التوازي المبني على المرادفات. اوكي، نوع تاني من التوازي اسمه التوازي المبني على التضاد. فالنص الأولاني بيقول حاجة، النص الثاني بيقول عكس العكس، يعني بينفي النفي مثلا، او بيقول حاجه عكسها عشان ياكد الاولانيه. مثلا في سفر الامثال صح 14 ايه 34 بيقول كده: البر يرفع شان الامه. ده كده اول جزء، يروح حاطط الصوره العكسيه تماما: وعار الشعوب الخطيه. يبقى البر عكسها الخطيه، يرفع شأن يجيب العار، الأمة الشعوب. يبقى البر يرفع شأن الأمة،
ده الجانب الإيجابي. الجانب السلبي التضاد بتاعه وعار الشعوب الخطيئة، هو عايز يقول إيه؟ كل ما كان الأمة أو الشعب بار بعيد عن الخطية كل ما شأنه ارتفع، والعكس صحيح، لما الشعوب ترتكب خطية الشعوب بيجي لها إيه؟ وصمة عار. يبقى هو قدم لنا الفكرة الواحدة لكن في صورتين، مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف. مثلا في مزمور 27 10: إن أبي وأمي تركاني والرب يضمني. بحطت لي صورة وعكسها، أبي وأمي تركاني لكن مين اللي بيضمني؟ الرب. في مزمور 30 5: لأن للحظة غضبه وحياة في رضاه. شايفين التضاد؟ لحظة الناحية التانية حياة، غضب رضا. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. يبقى حط لي صورتين حتى بالنور والظلمة والأصوات. في المساء الدنيا ليل، في بكاء بيبيت، لكن في الصبح في النور في ايه؟ ترنم. فشايفين هو بيعمل ازاي؟ هو بيحط الفكره ويحط عكسها عشان ياكد لك هو عايز يقول ايه. طبعا لو حد عايز يسال سؤال او عايز تاني اي جزء، بليز افتح المايك وسأل. ثالث نوع من التوازي اسمه التوازي التركيبي. يعني ايه التوازي التركيبي؟ يعني بيقول سطر يبتدي بقى الاسطر اللي جاي عليه وراه يبتدي يبني عليها الافكار. مثلا لما بيتكلم في مزمور 1 آية 3 عن الرجل اللي بيصنع مشيئة الرب، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. اوكي، هيبتدي يوصف الشجرة بقى ويبني على الفكرة دي، الشجرة المغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه أو في أوانه، ورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. اوكي، يبقى هو قدم لي صورة الشجرة اللي على مجرى المياه وبدأ يبني عليها إن ورقها بيثمر، انها تجيب سمر في اوانه، ورقها مش بيدبل، والشخص ده كل ما حاجه بيصنعها تنجح. مثال تاني في مزمور 30 11 بيقول له: حولت نوحي الى رقص لي. ماشي، حلو. حللت مسحي. عارفين المسوح دي كان زي نوع من الرداء اللي يبهدلوه في التراب كده ويلبسوا يلبسوه، هو يعني ممكن يكون مثلا حاجه زي الخيش او زي مش ملهاش لازمه يعني، او مش حاجه مش غاليه، يبقى ده علامه الحزن. فبيقول له: انت حولت نوحي الى رقص. دي اول حاجه، حولت النوح الى رقص، حللت هذا المسح ولبستني فرح لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب الهي الى الابد احمدك. يبقى هو قال جملة وبدأ يبني عليها الحاجات التانية. اللي بنقوله هنا فكرته بس عشان يعني ازاي نتعامل مع النص الشعري، عشان افهم ان الموضوع هنا مش حاجات مختلفة. يعني السطرين دول 11 و12 اي 11 و12 في صح في مزمور 30 مش حاجات مختلفة، هي نفس الفكرة بس بيقولها بطريقة أدبية، بيديك صورة متكاملة للحكاية اللي في دماغه. هي كلها عايز اقول ايه؟ ان ربنا حول التعب بتاعي او حول النوح بتاعي الى فرح، ربنا عزاني، بس قالها بصورة وقدمها لك وكأنك بتشوف بعينيك مشهد وتسمع بودانك اصوات وحاجات عمالة تحصل ورا بعضها. حولت نوحي إلى رقص، حللت مسحي ومسحي ومنطقتني فرحا لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. حاجات بتبني على بعضها، ده التوازي التركيبي. يبقى شفنا مع بعض التوازي المبني على المرادفات، التوازي المبني على التضاد، التوازي التركيبي. أربعة، التوازي المبني على مثل. يعني إيه؟ هيقول سطر يقدم فيه رمز، وبعدين في السطر الثاني يشرح لك الفكره. تعالوا ناخد مثال مزمور 17 في امثال 27 15 و17.
يقول كده: الوقف المتتابع اللي هو سقوط حبات المطر، عارفين لما بتنزل مثلا على السرج تسمع تك 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 تك، او تك 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 تك، حاجه تضايقك وانت عمال تسمع الصوت ده. فيقول: الوقف المتتابع في يوم ممطر والمرأة المخاصمة صيام. شايف حالة الزهق والتعب بتاعت صوت المطر اللي عمال يزن فوق دماغك ده؟ بيقول ده بالظبط زي المرأة المخاصمة. محدش يزعل يعني. يعني ايه بس من المرأة المخاصمة؟ اللي هي النكدية ولا؟ إن شاء الله يعني، إن شاء الله. إن شاء الله. ماشي. يقول: الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني إيه؟ المخاصمة هي يعني اللي هي غاوية تعمل مشاكل يعني، أو غاوية تعمل خصام. الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني إيه الجملة دي؟ عارفين لما بيمسك سكينة ومسن بتعمل كده، الحديد بالحديد يحدد، فأنت بتسن سكين بتحدد الحديد. عايز أقول إيه؟ ده المثل اللي هو بيقدمه، ده الصورة اللي بيقدمها لك. الحديد يتحدد بالحديد، الحديد بيتسن بالحديد. طب وده معناته إيه يا سليمان؟ والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني الإنسان اللي معاك هو اللي يخليك زي السكين الحامي أو ما تتسنش. فلو أنت بتتعامل مع واحد، الشخص ده مثلا بيحب كتاب، بيحب كلمة ربنا، دايما يشجع على الحاجات دي، هتبص تلاقي نفسك أنت كمان اتعلمت منه، وانت كمان بقيت زيه. اوكي، والعكس صحيح، لو انت ماشي مع شخص او شخص تاني معاك بيعمل حاجات تانية خالص، هتلاقي خالص مع انك انت بقيت زيه. فالانسان بيحدد وجه صاحبه، زي ما الحديد بالحديد يحدد بيتسن، اللي معاك هيبين انت مين. فكان بالظبط زي ما احنا النهارده بنقول في المثل، بقول في الاقوال الشائعه مثلا: قول لي انت مين بتحب او مين صاحبك وانا اقول لك انت شخصيتك مين. هو الكتاب قال كده. في سفر الجامعه، اسف ده الجامعه 10 18، بيقول ايه: بالكسل الكثير يهبط السقف، وبتدلي اليدين يكف البيت. هو هنا بيحط صوره متشافه، كسل كتير فيبقى سقف البيت بيقع، بتدلي اليدين اللي هو مرخرخ ايده كده وقاعد كده، مفيش بيت هيتبني، مفيش حاجه يكف البيت، مفيش حاجه تقعد تعمل. فداك الفكره اللي عايز يقولها، انه الكسل وعدم النشاط وعدم العمل يعني يخرب الدنيا. بس قالها بطريقه تانيه خالص، قالها بطريقه فيها صوره وفيها حاله، فيها واحد قاعد مرخرخ ومنزل ايديه كده، واحد كسلان وسقف البيت عمال يقع والبيت مش بيقوم. حط لك الصور. عشان كده اللغه العبريه، لانه مفرداتها قليله، الفوكابلر بتاعتها قليله، لكن دايما بيلعب او بيعتمد على التصوير، فهي لغه فيها صور، تعبيراتها كلها صور، فبيحط لك الحاجات كلها في شكل ايمجز قدامك، وانت بتتخيلها وانت بتشوفها وبتسمعها وبتشمها وبتحس بيها، ودخان ونار وبرق وبرعود، تحس ان انت قاعد في سينما بتتفرج على حاجه حقيقيه. دول يعني الاربع خطوط العريضه بتوع فكره التوازي. التوازي قلنا المبني على المترادفات، التوازي المبني على المتضاد، التوازي المبني على التركيب، والتوازي المبني على المثل. بيقول لك صورة فيها مثل، رح شرح لك الموضوع ده. لأنه لو أنا جيت مثلا عند الحتة بتاعت الحديد بالحديد يحدد وقفت مش هفهم حاجة. يعني طب إيه يعني إيه الحديد بالحديد يحدد؟ طب أنا عارف. وخد الصورة دي وراح حاططها لي في قدم لي بقى القصد اللي هو عايز يقوله لي. الشخص اللي معاك بيحدد أنت مين.
وياخدك في سكته. ده كده التركيبات اللي في الشعر، او اشهر تركيبات في الشعر. طبعا في حاجات كتيره بس احنا مش تاني مش هنطبعها فيها قوي، بس دي الحاجات الخطوط العريضه اللي دايما هنشوفها واحنا بنقرا المزامير، واحنا بنقرا اوقات في شفر اشعيا، اوقات في ارميه، في مراسي ارميه. مثلا في مراسي ارميه في من ضمن الايات اللي بيقول له كده انه جعلني هدفا وصوب نحوي سهامه. عايز يقول ايه من الكلام ده؟ عايز يقول انه كانه اتحطيت كده وربنا بيضرب، بس حطها في صورة تانية خالص، حطها في صورة الهدف، وواحد ماسك السهم وبيضرب بينشن فيه، ويحط ده في قالب متشاف ومتصور، والصورة ما تختفيش أبدا من ذهنك. ده البراعة بتاعت الشعر، أو الطريقة الجميلة بتاعت الشعر العبري. تعالوا نبص على المزامير عشان نفهم ايه حكايه كل نوع من او كل سفر من الاصفار دي. بشكل عام سفر المزامير ال 150 مظبوط، طبعا في مزامير ثانيه كتير، لكن اتجمع هم ال 150 دول. واعتقد كمان دول كان بسبب الطقس بتاع قراءات الهيكل، فكان بيتقري مزمور كل سبت مع قطعه او جزء من التوراه، بحيث انه في خلال 3 سنين يكونوا كملوا الخمس اسفار التوراه وقفلوا كمان سفر المزامير. المزامير هي بتجمع ما بين تلاتيل صلوات من اللي استخدمت في العباده اليهوديه والعباده الطقسيه اللي كانت موجوده في الهيكل. لما اتعامل مع سفر المزامير لازم اخلي بالي بقى من كذا نقطه. اول حاجه لازم اخلي بالي انه سفر المزامير اتكتب على فترات طويله، وانه مش داود هو اللي كتب كل السفر. دي اول حاجه، داود كتب تقريبا نص، لكن في اشخاص تانيين وفي اشخاص مجهولين. يعني موسى كتب مزمور، سليمان كتب، اساف كتب، في مزامير اتكتبت وهم في بابل، في مزامير اتكتبت بعد ما رجعوا. فلازم اخلي بالي انه في فتره زمنيه طويله جت فيها المزامير، وانه المزامير مش ورا بعضها، يعني مش مترتبه كرونولوجيكال، يعني او انه ده ورا ده ورا ده ورا ده او كتبت، لا هو محطوطه بطريقه مختلفه تماما. كتاب مختلفين، فتره طويله، ظروف مختلفه. مين اللي بيعتمد قوي اسلوب الشعر؟ طبعا زي ما انتم شفتوا كده بيعتمد على الصور، بيعتمد على المعاني اللي هي الكنايات والتشبيهات، بيعتمد على رامز مثلا بيقول انه يكون كالشجره مغروسه على مجاري المياه، فهو حط لك الصوره ويقول لك ك، لانه اكيد الراجل ما بقاش شجره، فحط لك كاف مثل شجره. المزامير والاقراءات بتاعت المزامير لازم اخلي بالي انه فيها كم كبير من العواطف والمشاعر، عشان كده مش هينفع اخد المعنى الحرفي للكلمه، انما هاخد المعنى الحرفي لمضمون الفكرة. ازاي يعني؟ مثلا في مزمور 6:6 بيقول، نعم، في سؤال، تفضل. الالهام من الروح القدس لداود النبي او للانبياء اللي هم كتبوا المزامير، مظبوط؟ ده وحي طبعا، وحي. يعني طب ليه استخدم اللغة دي او الاسلوب ده في مزامير؟ هل الروح القدس أشار عليهم أن يعملوه بالطريقة دي؟ حلو، إحنا لما درسنا مع بعض عقدت الوحي قلنا إنه، ولا إيه الفكرة إنه كتب بالطريقة دي؟ ما إحنا بنقول أولاً الكتاب المقدس كله 66 سفر ده عمل أدبي، وتنوعت فيه الكتاب أو العنصر البشري، تنوع بشكل كبير، فيه أكثر من 40 كاتب، الفترة طويلة جدا، الأساليب مختلفة، لأنه الروح القدس احترم إمكانيات كل واحد فيهم، وحط العنصر البشري بينه بالظبط زي ما بقول ماركو، زي ما بقول إيه مثلا، المسيح ناسوت كامل وإله كامل. أوكي، فالروح القدس في الكتابة هنا وفي الوحي واحد، هو ما لغاش شخصية الكاتب خالص، لا، إداله مكانه الطبيعي.
واداله حريته انه يكتب ويعبر، حتى لما عبر بالتعب اللي جواه وكتب. لكن هنا بقى في عنصر جميل قوي، عنصر الهي، انه ازاي وهو بيتحرك وهو مقابل روح القدس بيكتب الكلام ده، وفي النهايه يطلع المنتج كلمات الله من واقع الحياه اللي هو عايشها، من واقع الحياه ومن واقع لغته ومن واقع ظروفه، يعني اللغه ومن واقع يعني في كتير من المزامير. مثلا داود بيحكي ازاي لما كانوا بيطاردوه وكان شاول بيطارده وعايز يموته، وازاي الرب انقذه. فالقصه او المزمور ليه واقع حقيقيه وليه اختبار. هو اختبر مزمور مثلا 51 بتاع التوبه، هو وقع في الخطيه ومن هنا بيكتب وبيستجدي الله لأجل الرحمة، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، وبيحكي حكايته وبيقول له ما تزعلش مني لأن أنا أصلا مخلوق ضعيف، أنا بالخطايا صورت، فلكي تسكو في أحكامك وتغلب إذا متى حكمت. فعنده نوع يعني حطره فرصته أنه يقدم حجته ويقدم دعوته ويقدم ألمه ويقدم ندمه، وحطه بشكل كأنه داود اللي كاتبه شخصيا بالظبط، لكن تحت اشراف روح القدس بوحي. والكلمات كمان رغم ان هو اللي انتقاها من مخزونه اللغوي، الا انها في النهايه بتعبر بكل دقه عن المعنى. زي مثلا لما كتب انه الهي الهي لماذا تركتني، ويقول له ثقب يدي ورجلي. اختيار دقيق جدا الكلمات، لكن فعليا داود ما ثقبش ايديه ولا رجليه. مثلا الفكره اللي عايز اقول الفكره عايز اقولها هنا انه انا بقول تفسير الحرفي او تفسير المباشر، بلاش نقول كلمه حرف، تفسير المباشر والبسيط والطبيعي للنص. انا بحترم الكلام، بحترم الالفاظ، لكن هنا في النصوص الشعريه لازم بحترم الالفاظ بس بفهم منها المضمون. يعني مثلا في مزمور 6 وآية 6 لما بيقول اعوم في كل ليله سريري بدموعي، ايه اللي هنفهمه من هنا؟ يعني نفهمه ان الراجل بيبكي كتير قوي لدرجة بيشبه انه دموعه غرقت السرير. طبعا لو انا خدتها حرفي اقول ايه بقى؟ هقول انه الراجل كان مثلا بالي فرشته يعني عامل على روحه، ما ينفعش اقول كده. لكن انا من هنا فهمت ماذا يقصد كاتب المزمور، انه ندمه وأسفه أو أحزانه وبكاءه كان شديد جدا. هنا أنا فسرت تفسير حرفي أو تفسير مباشر ليه، لأني فهمت أنه الراجل بيحط هنا تعبير وكناية تشبيه، وبيقول أنا بعوم كل ليلة سريري بدموعي، أذوب فراشي، يعني كان واحد بيغرق سريره من البكاء. طبعا مفيش حاجه بتحصل اسمها كده، يعني مش هتجيب ميه من عينيك تملى النص الاوضه مثلا، لا ما ينفعش. بس هنا في تعبير لغوي او صوره جماليه عايز ياكد على مدى بكائه ومدى حزنه الشديد. فانا فهمت المعنى، هو ده اللي انا عايز اوصله، المعنى المباشر البسيط المفهوم من هنا. هنا انا مش بناقض نفسي واقول ان انا هنا مش بفسر تفسير مباشر او تفسير حرفي، لا انا بفسر تفسير حرفي اني فهمت ماذا يقصد الكاتب من هذا الاسلوب الشعري. فعشان كده بقول ده تفسير حرفي اوكي او تفسير مباشر. بنقول انه المزامير هي نتاج تجربه وجدانيه الكاتب مر بيها، يعني من اكثر الاسفار اللي هتلاقيها قريبه لقلبك هو سفر المزامير. ليه؟ لانه في اختبارات زي اللي بنمر بيها الطبيعيه، في اختبار الفرح واختبار الالم واختبار الحزن واختبار الضغط واختبار الظلم واختبار البكاء واختبار الخطيه والندم، اختبار الفرح كل شيء موجود، حتى اختبار الفراق، اختبار انه حد تركني، كل ده كله موجود في المزامير. عشان كده سفر المزامير من اسفار الناس تحبها قوي، لانه بيلمس او بيلمس مشاعره، لانه تجربه انسانيه الشاعر ده او الكاتب ده مر بيها تشابهني جدا. والروح القدس احترم المشاعر دي، وكتب لي سفر كامل بيقول لي زي ما انت بتتعب في واحد كمان تعب، وقال حكايتك، قالها قبل كده عندي هنا. فلو فتحت المزامير هتلاقي المتألم، هتلاقي الشخص المضغوط، الشخص المظلوم،
شخص الفرحان، شخص اللي بيتساءل، شخص حتى اللي بيعاتب ربنا ليه بتعمل كده. اوكي، الشخص اللي بيقول هو انا اللي انا بعمله مع ربنا، اللي انا ماشي مع ربنا ده يعني شكله مش جايب ثمنه، الناس الاشرار عماله تغنى وتزيد والابرار عماله تتخبط في دماغها وتعبانه، طب ايه؟ في مزمور 70 لما اسافي يقول كده، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت الى اخرته، لا جات وقت راح مدخلني كده جوه وفهمني، قال لي لا ده انا طلعت انا كانش عندي خالص نظر على الموضوع، ويحكي الحكايه بطريقه ثانيه، يقول انا لما دخلت بقى في محضر الله فهمت الدنيا بطريقه مختلفه، ورجعت يقول له معلش ده انا كنت غلطان في تفكيري. فروح القدس حط لي 150 مزمور بيتكلموا عني وعنك وعن مشاعرنا وعن احتياجاتنا وعن ضعفاتنا وعن فرحنا وعن خيبتنا في بعض الاوقات وعن قوتنا في بعض الاوقات الثانيه، كل ده موجود، فبتلامس قلبنا قوي. لكن بنقول نخلي بالنا واحنا في المزامير اني ما بنيش عليها عقائد، يعني او اطلع ابحاث عقائديه او تصريحات عقائديه. لازم ممكن استخدمها مع حاجات تانية، اوكي، لكن ما اقدرش اخد من هنا تصريح عقيدي او يطلع مثلا عقيده ثابته مبنيه بس على المزامير. اوكي، لا، ممكن استند على المزامير عشان اقول حاجات تانية، زي مثلا بنتكلم عن قيامه المسيح، اوكي، بقول ان في قيامه المسيح في مزمور 16 بيديني نبذه عن القيامه، لانك لن تدع تقيك يرى فساد. لما اجي مثلا اتكلم على لكن عندي ايات تانية كتير بتكلم عن القيامه، مثلا لما اجي اتكلم على الالام المسيح، ولما النص اللي انا اقتبسته اللي هو ثقب يدي ورجلي، لو ما كانش ده العهد الجديد قدمه في صليب المسيح والمسيح حقق النبوة دي، تخيلوا معايا لو ما كانش ده موجود في العهد الجديد كانت تفضل دي صورة لشخص متألم. إنما العهد الجديد فهمني أنه المسيح قد ثقبت يداه ورجلاه، وأنه ألقوا على لباسه قرعة واقتسموا ثيابه فيما بينهم وسقوه على خل نور. فأنا فهمت من هنا أنه الكلام ده رغم أنه كان صورة شعرية إلى أنه كمان كان بيحمل بعد نبوي اتحقق في العهد الجديد. لما بيقابلني مزمور أو نوع من المزامير يمكن بنقف قدامه ونستغرب. نوع من المزامير اسمه مزامير الهجو أو اللعن أو الشتم، وساعات الناس بتتخض من الكلام ده، يا رب كسر أسنان الأشرار، لغد صائر بيوتهم خرابا، اقتل أطفالهم. الله، طب ايه ده، ده عامل زي الله ما يتم نسائهم ومش عارف مين، ايه الحكايه؟ وهل ده بيتنافى مع فكره الله المحبه الغير ومحبه الاعداء حتى؟ ليه هنا بقى؟ هل ده في تضاد في او يعني contradiction ما بينه وبين بقيه الكتاب؟ لا، لكن خلينا نرجع بذاكرتنا وبتفكيرنا الى هذا الزمن ونشوف كاتب المزمور اللي بيتكلم بالطريقة دي بيقصد مين وليه. أولا، الناس الأشرار اللي بيتكلم عنه هو مش بيتكلم على الأشرار اللي مثلا وقع في خطية، لأ بيتكلم على الأشرار اللي هم أعداء يهوى، أعداء الرب، ممكن يكونوا بيحاربوا شعب الرب، وممكن يكونوا بيتخطوا في كلامهم، يتعدوا في كلامهم على الإله يهوى، زي مثلا لما جولياط كان بيهين بيعير صفوف شعب الله. فاستفز داود وقال مين الاغلب ده اللي يعير اله اسرائيل، فشتم. اوكي، ومزامير الهجو والشتم هو كواحد واقف في صف يهوى في صف الرب وبيقول دول الاعداء، يا رب انت انتقم منهم ابعدهم. اوكي، ليه؟ لانه الفهم هنا انه الشخص ده بيحب الهه قوي لكن بيبغض من هم ضد هذا الاله.
ومن هم يستمرون في بغضة الإله ده، ومن هم يتعدون على الإله ده. عشان كده واقف في صفه فبيتكلم بالطريقة دي، لأنه زي ما كنت دايما بحكي لكم في العهد القديم، الفكرة هنا أنه في آلهة بتتصارع مع بعض، مش بس جيوش أو شعب بيهاجم شعب. الشعب بيهاجم الشعب، بيقول إن لما بكسب إلهي هو اللي كسب إله الشعب التاني. فكاتب المزمور هنا واقف مع إلهه، ومش عايز يحصل إنه يتقال إنه يهوى اتكسر قدام إله التاني. لا، هو دايما بيقول لا يا رب، أنت جبار، أنت منتقم، أنت تنتصر عليه. من ناحية تانية، كلمة يكره أو يبغض بالعبرية بتيجي بتحمل المعنى بتاع الاحتقار، أو إنه شخص مرفوض. ففي جانب تاني من استخدام الكلمة البغضة دي، إنه شيء حقير وشيء بعيد، ابعده عننا، مش عايزين. فلازم أفهم ضوء المزامير دي في ضوء الأمر ده، لكن مش إن المزامير دي بتتعارض مع فكرة المحبة أو مع فكرة انه تحب الاخرين، تحب وتحب غيرك. بالظبط زي ما بنهارده بقول ايه، المحبه بتيجي لغايه حته ما ينفعش تكمل. لما يجي مثلا النهارده معلم كاذب ويقول لي المسيح ما اتجسدش، او يقول لي اللاهوت المسيح كان ناقص، او يقول لي انه مفيش ميلاد عذراوي، او يقول لي مفيش وحي، اوكي، هنا مش من المحبة اني اروح اقول له اه يا حبيبي اللي انت تقوله تؤمر بيه، احنا حبايب. اهم حاجة المحبة. عايز تشيل المسيح نشيل، بس اهم حاجة المحبة. ده بقى ما ينفعش. وهنا مش ان انت بتكرهه، لا، هنا انت واقف مع الرب الهك، واقف مع الحق. ما ينفعش تقبل ده. ليه مثلا ما ينفعش اقبل شهود يهوه؟ ما هو ده انسان وغلبان ومضحوك عليه. مضحوك عليه افهمه، إنما عايز يكمل في الخطية وعايز يكمل في الكلام الغلط ده ويضل شعب الله ويضل كنيسة الله، لا، ده أنا هنا أقول له لا، لغاية هنا ولا أعرفك. والكلام ده كلام العهد الجديد، لما يوحنا قال عنهم، قال إيه؟ اللي ما يجيلكمش بالتعليم ده ما تسلموش، ما تدخلوش بيتك. هنا بقى مش انك انت بيتعارض مع فكرة المحبة، لا، المحبة بتتكامل مع فكرة القداسة وفكرة الحق. فنفس الفكره هنا محطوطه في 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 صوره ثانيه. نتقل لسفر ثاني، وسفر نشيد انشاد، وده يمكن من الحاجات اللي شويه عليها كلام كتير اتقال. بعض الناس قالت انه ده صوره مجازيه عن المسيح والكنيسه، لكن قدمها في صوره العريس والعروس. بعض الناس قالت لا، ده سورة الإسرائيل والمسيح. لكن لو أنا جيت قريت النص نمرة واحد، قريت النص بكل بساطة، هلاقي إنه فيه هنا قصة حب طبيعية جدا ما بين زوج وزوجته، أو حبيب وحبيبته، أوكي، وبيستخدم صور كتير جدا، صور حلوة قوي ولغة تصويرية بارعة، بيقدم فيها الجمال بتاع العلاقه، علاقه الحب دي، وده انه الكتاب مش بيخجل منها، بيقدمها. ممكن اخد الصور دي، ممكن اخد النص ده واطبقه على محبه المسيح للنفس، او محبه المسيح للكنيسه، او ما شابه ذلك. لكن لو قريت النص بشكل مجرد، انا شايف انه في بيحترم قوي هذه العلاقه ومقدرها قوي ومحططها، بيقولها لنا دي حاجه في مشيئه طبعا. لما اجي لادب الحكمه اللي هو مثلا ايوب وامثال وسفر الجامعه، لانه فكره الحكمه في العهد القديم مش بس المعرفه الذهنيه، لكن الحكمه هي تطبيق هذه المعرفه، معرفه الله، في كل جوانب حياتك. عشان كده حكمة الكتاب المقدس مش مجرد knowledge، إنما wisdom. الwisdom هي إن أنت knowledge دي وفهمك لله بيتدخل في كل جوانب حياتك. تفضل يا قبل ما نسيب سفر النشيد، لو احنا بنتكلم عليه من صورة
الحبيب والحبيبة أو الزوج والزوجة بعض الكلمات بحس أن هي لا تنطبق على هذا المعنى مباشرة، زي لما بيقول لها أنفك كبرج ومرهبك جيش بألوية يعني صعب أن لو واحد قال لحبيبته كده يبقى هياخد له بوكسين مثلا ولا حاجة. ممكن ما احنا يعني يعني بقول لك هو في طبعا اتجاهات مختلفه في تفسير النص ده، اوكي. لكن من جهه انه اولا في احترام لهذه المشاعر، وده لا يعني انه ما فيش نظره او ما فيش بعد الكتاب بيحطه بيتعلق بيقصد بيه كمان معنى تاني، او بيقصد بيه انه اشاره لشيء روحي. يعني طبعا بنقول مثلا زي انفك كبرج او عنقك كبرج وعلق عليها اطراس وانك انت مرهبك، في بعض التصويرات اللي بيتكلم عنها منها بيقول لها ان انت يعني قويه، انت انسانه قويه، انها كانت رعايه غنم وقاعده في الصحراء، فبيتكلم عنها انها قويه. لكن ممكن بتتاخد وتتفهم بشكل تطبيقي على انه مثلا الانسان الروحي او الكنيسه او النفس البشريه اللي بتحب المسيح، انه ازاي نكون اقوياء مثلا، او ازاي نكون شخص قوي روحيا. شكرا لك. فبنقول الحكمه اللي موجوده في الكتاب هو مطبق هذه المعرفه وهذا الاختبار اللي مع الله مطبقه في الجوانب الحياتيه بتاعته. عشان كده اتكلم على الالم، اتكلم على ازاي الانسان يعيش بشكل صحيح في سفر الامثال، وايضا اتكلم على الاختبار النهائي او المحصله النهائيه بتاعت حياته اللي يمكن شويه تبدو للبعض ان هي يعني متشائمة شوية، لكن هنشوفها واحنا بنتكلم عنها ان هي مش فكرة تشاؤم، انما فكرة شخص جرب وفي النهاية بيقول لي ادي نتيجة. في لما اجي سفر ايوب مثلا، هنتكلم عن ايوب وعن كل سفر لوحده ازاي هتعامل مع النص بتاع الحكمة هنا. اولا في سفر ايوب في عندي الاصحاحات 1 و2 وبعدين الاصحاح 38 و42 في مستخدم صورة أو مستخدم طريقة الحكاية الرواية السرد، لكن في النص من 3 لـ37 في شعر، ففي أسلوبين أدبيين هنا. طبعا أنا عارف إنه الكلام ده ممكن يبقى شوية overwhelming أو الناس تحس إن هو إيه كل ده، وأنا هعرف منين الشعر من النثر من الحكاية والرواية. كل دي حاجات بتدخل بتشكل وبتساعدك انك تعرف واحدة واحدة، مش لازم تبقى عارف كل التفاصيل دي، لكن يعني احنا بنحاول نكون عندنا اقصى ما يمكن نقدمه يفيدك ويفيدك في تناول هذه النصوص. فعندي جزئيتين فيهم حكاية، لكن في النص جزئية فيها شعر من صح 3 لـ37، لكن الجزئية اللي فيها الشعر دي بيحكي فيها عن أربع أصدقاء جم لأيوب، وفي جدال بيحصل ما بين كل واحد وبعدين أيوب. فواحد يبتدي يقول فكرة وأيوب بيرد عليه ويقاوم، التاني يقول فكرة وأيوب بيرد عليه ويقاومه، التالت وهكذا لغاية ما بيجي الصغير خالص بيقول حاجة، ويبتدي من هنا الرب يتكلم. ففي بعض أو في أجزاء كتيرة من الكلام اللي قالوه أصحابه كانوا بيقولوا أفكار غلط أو كانوا بيقولوا تعليقات غلط. يعني واحد منهم كان بيقول له أنت أكيد عملت حاجة خطية وعشان كده ربنا بيعاقب، فيقول لا أنا ما عملتش حاجة، أنا بريء، أنا كويس، أنا ما فيش ولا حاجة عملتها تخليه يعمل فيها كده. فبيقول له أنت يمكن ظلمت حد، قال له لا أنا ما ظلمتش حد، كنت بأكل الناس وبعمل 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 أحسن، أنا ده أنا أحسن واحد في الدنيا دي، ده أنا الناس اللي النهاردة بتعيدني دي أنا ما كنتش أستعني أخليها عندي كلاب. بدأ يطلع كلام مش يعني إيه ده؟ ليه كل ده؟ ما هو بيطلع الغلب اللي جواه، والكتاب سابه يطلع ده. فبين لنا إنه لما بتبقى أنت في حالة الألم وأنا في حالة الألم، أنا بطلع كلام ملخبط، ما
هو طلع كلام ملخبط وسابه كتبه له. بس خلي بالك عشان مش كل الكلام الملخبط ده ينفع تاخده، يعني هو واحد بيطلع كل جواه، هو حطه الكلام ده، لكن ده مش معناه انه كلام صحيح. لكن اخلي بالي من الحته ديت، الهدف الرئيسي في سفر ايوب هو فكره انه بيظهر اولا سياده الله على كل الامور، عشان كده شفته في الاول شفته في الاخر، يعني في النص ده بيوريني المشهد تحت والصراع اللي بيدور في الفكر في الظروف وفي الالم، لكن الله في الاول وفي الاخر متسيد على الامر، متسيد على كل مجرات الامور. المشكله اللي في سفر ايوب والحاجه الصعبه هي انه الناس الطيبه الناس كويسه الناس الصالحه بيحصل لها حاجه غلط. طب ليه؟ مش مفهوم، وتفضل الموضوع محير. عشان كده سبني تقريبا حوالي 34-35 اصحاح بتحير ما بين بسمع اراء واسمع رد ايوب، فكره وايوب يقول العكس، وتحس كانه الدين حبل بيتشد من ناحيتين وهيتمزق. والروح القدس ساب لي المشهد الكبير ده المحير، وده انا كمان محتار لي، طب الراجل ده ما عملش حاجه ليه بيتاذيه؟ ما نفهمش غير لما في النهايه ابص الاقي هو عايز يوصل لهدف من خلال التجربه دي، انه يخلي الراجل ده لاول مره يقول له كده، انا اول مره اشوفك، انا كنت طول عمري بسمع عنك، اول مره اشوفك. بعدين الكلام قلته ده انا بندم عليه، انا بندم وبندم في التراب، انا لا حقك عليا، انا كنت مش فاهم ولا حاجه، علمت انك تستطيع كل شيء. وساعتها لما بيختبر الحته دي يقول خلاص نجحت في التجربه وخدت وصلت للحته اللي عايزك فيها، عشان كده نرفع الالم ده، مش محتاجين في حاجه تانية، لاني انا كان هدفي بس ايوب ان انا اوصلك هنا. فتبص تلاقي في النهاية الدنيا كلها بتنور. ليه؟ لأنه أتاري الموضوع كله هو واخده في سكة عشان يوصله لليفل عالي قوي، بس عشان يوصل لليفل عالي ده كان فيه معصرة الألم. ففي النهاية سفر أيوب بيقول لي أنه في ألم، في ضغطة، في حيرة، لكن في واحد ماسك الموضوع بالمزاد ما بتبصش منه. في الأول مراته قالت له خلاص يعني فضل إيه تاني؟ إلعن وموت. مع طبعا مكتوبة بارك وموت، هي إلعن وموت. فبيقولها تتكلمين كإحنا جاهلات، يعني إيه أعمل كده يعني؟ وكل الخير اللي دهوني ده لما يحصل شوية شر ما أسيبه وأمشي؟ لا 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 حاشا. لكن لما بعد ما بتتصاعد النغمة ويدخل بقى في الألم لألم لألم، فيبتدي طب ليه؟ ليه أنا تعبان؟ لكن في النهاية بنشوف إزاي اللي بدأ الأمر عارف إزاي يوصل، وعارف إزاي يكمل، وعارف إزاي يعوضه عن الألم ده. سفر الأمثال هو من يعني في رأيي الشخصي من أصعب أسلوب أدب الكتاب، إنك فكرة كبيرة فلسفية تحطها في جملة نص سطر مثلا فيها 4-5 كلمات، فمحتاجة قدرة عالية جدا على الكتابة أو الفهم الأدبي، محتاجة واحد يعني بارع في أنه يعرف إزاي يجمع أفكاره ويلخصها في هذا التصريح الصغير جدا. بالإضافة طبعا أنه فيها كم من البلاغة، كم من التصوير، كم من الرقي في الأدب عالي جدا، عشان كده بقول أنها من أصعب الأساليب الكتابية، يعني لو حبينا نقولها كده. طيب هتعامل معاه ازاي؟ أول حاجة لازم أخلي بالي إنه الأمثال دي حقائق أو بيانات أو تصريحات موجزة جدا عن أمور حقيقية، عن واقع، لكن محطوطة بطريقة جذابة جدا وبطريقة بسيطة، بتكلمني على هينتس كده، كان بيديني نقط نقط نقط، فما بتديلكش خط مستمر، لكن بديلك مقتطفات أو رأيه في بعض النقاط مختلفة. فهي كأنه واحد بيديك مشورة، عارفين الأمثال الشعبية بتاعتنا، كأنه بيديك مشورة،
وبيديك الحكمة في نقطة معينة. لكن ما لهاش علاقة بأنه مثلا هكذا قال الرب في حاجة تحصل، لا، ما فيهاش مثلا، ما فيهاش نبوات، ما فيهاش رب بيقول كذا 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 للشعب. لكن من جهة تانية بيطبق له معلوماته على الله واختباره مع الله في الحياة، ازاي تهرب بالخطية مثلا، ما تصاحبش الجاهل، اوكي، ازاي ترد بلسان طيب والكلمات، الكلمات الطيبة بتعمل ايه، ازاي ممكن تبقى انت مثلا في فكر في قلب الرجل افكار كثيرة لكن مشورة رب هي اللي بتثبت. فمدي مطبق له الاختبار الروحي، مطبقه له في نقاط عملية جدا ممكن تطبقها في حياتك. في بعض الأوقات بتلاقيه لجأ واستخدم كلمات ومفردات متعلقة قوي بثقافته والبيئة بتاعته وبالحكاية اللي هو عايش فيها، عشان كده لما اجي افسرها او اجي افهمها واجي اطبقها يعني لازم اخلي بالي من فرق الثقافة وفرق البيئة. مثلا لما بيقول قلب الرب، قال في قلوب الملوك في يد الرب كجداول المياه. طيب هل النهاردة احنا عندنا ملوك؟ يعني قليلين قوي. لكن هو بيقصد مين الملوك؟ بيقصد من هم في منصب حكم او من هم في منصب مسؤولية. لما يتكلم عن المرأة الأجنبية، يعني إيه المرأة الأجنبية في مفهوم رجل العهد القديم، مش اللي هي الخواجية يعني أو التوريست اللي جاية، أو مثلا واحدة شعرها أصفر وعينيها خضر، مش هو ده المقصود بيه. المقصود بيه المرأة الأجنبية هي الغريبة عن شعب الله. فده بقى نقطة مهمة أوي، خلي بالك دي مفردات بتاعه البيئه بتاعته والثقافه بتاعته، ما ينفعش اطبقها النهارده غير لما افهمها مقصود بيها ايه. فلما اجي اطبق حاجه زي المراه الاجنبيه هو قصده ايه؟ المراه الغريبه عن شعب الله، دي نمره واحد. وايضا لما بيتكلم في بعض الحتت عن المراه غير زوجتك، اوكي، بيحذروا منها. لما بيتكلم مثلا على المراه الفاضله في اخر اصحاحه، في اخر اصحاح الصفر ده، وبيقول انها مثلا تمسك بالمغزل وبتعمل صوف وبتعرض بضاعتها على التاجر، ايه المقصود بكده؟ دي حاجات متعلقه بالبيئه بتاعتها. كل اولاد بيتها لابسين صوف، يعني ما لما ماما تعملنا بلوفرات تبقى احنا ماما دي كويسة، مش فكرة في كده. فكرة في انه في الزمن ده الصوف ده كان بيتعمل من ايه؟ بيتعمل من لما بيجزوا الغنم ويعملوا الخيط ويروحوا غزلين ويعملوا. فعايز يقول انه المرأة دي مرأة فاضلة لانها بتهتم بكل تفاصيل بيتها، بتهتم بأولادها، بتهتم بزوجها، بتهتم حتى لو هي بتشتغل بتقدم شغل كويس. فعايز يقول انه هنا بقى لما طبق النهارده، مش اقول مثلا لو الست ما قعدتش تغزل في البيت يبقى ست مش كويسه، لا طبعا. لكن هو بيقصد انه مراه فاضله انها مش كسلانه، بتهتم ببيتها، بتهتم بحياتها، بتهتم باهل بيتها. فده الفكره بتاعت ازاي الحاجات المتعلقه بالثقافه او ببيئه معينه لما اجي افهمها في البيئه وراح لما اطبقها ازاي بشيء يتناسب مع ثقافه النهارده. طبعا فكرة الشعر العبري اللي كنا شفناه من شوية ده متكرر كتير قوي هنا، عشان كده لازم نخلي بالنا ونبقى فاهم هو ازاي مثلا بيستخدم حاجات فيها مرادفات كتير، ده اسلوب شائع او المرادفات او التضاد، كل دي حاجات جميلة هو بيستخدمها، فلازم نخلي بالنا ويكتب بشعر، دي مهمة. هدف السفر ده او هدف الحكمة في العبادة أو في الديانة اليهودية هي تهذيب الإنسان، إزاي الإنسان يسلك بشكل مهذب في حياته ويكون في حياته فيها سلوك بيخاف الله، بيحترم الله. ده أسلوب الحياة اليهودية لغاية النهاردة هو بيهذبه عشان يسلك بطريقة معينة. فبناء على وصايا الرب هو بيعمل له
تطبيق الوصايا دي في كل تفاصيل حياته. طبعا هم خدوها بشكل يعني تقليد جدا، تقليد الربيين بتاعتهم، لكن احنا بنتكلم على هو كان هدفه ايه. عشان كده ينفعش النهاردة اقول بالحرف ده لازم يتطبق، لكن بفهم ان النهاردة في عصر في وقت النعمة وفي وقت الكنيسة لازم اكون بسلك في مخافة الرب، لازم اكون سلوكي بينم على القداسة الحقيقية اللي جوايا، بينم على ان انا ابن الرب، لكن انا مش مطالب اني انفذ الحرف بتاع الناموس السبت والمش عارف مين وايه وايه والحاجات اللي هو بيحطها هنا، لكن انا بفهم انه عايز يطبق الحكمة دي او يطبق مخافة الرب دي في كل تفاصيل الحياة. اخر حاجة نتكلم عنها هي سفر الجامعة، وده السفر اللي شوية فيه تشاؤم ممكن في الآخر، لكن هو التشاؤم نابع من انه الكاتب عايز يوصل الاختبار بتاعه، عايز يقول للقارئ انه ما تضيعش وقتك، انا جربت الحياة بكل ما فيها، انا جربت اقصى حاجة ممكن حد يجربها، انت مش ممكن تجرب اللي انا جربته، حكمة، مال، نساء، شهرة، مجد، امكانيات، حكمة فوق البشرية، كل حاجة. وفي النهاية عايز اقول لك الخلاصة كلها عشان ما تضيعش وقتك، الكل ده كله باطل، الموضوع كله بقى انك تعرف خالقك في ايام شبابك كذا والانسان كله. فالفكرة مش انه شخص بائس او يائس، انما الفكرة انه هو رجل فيلسوف جرب، وفي النهاية بيقول لي ادي الخلاصة اهي، ما تتعبش نفسك. فبيقود القارئ الى الفكرة انه ايه هو معنى الحياة، وده سؤال النهاردة فلسفة بتسأله، ايه معنى الوجود، ايه معنى حياتي، ايه الهدف من حياتي. العالم النهارده ماشي في سكه ان فلسفتي هي ايه اللي يخليني سعيد، what makes me happy، وانا هعمل اي حاجه عشان اكون سعيد. عشان كده السفر ده بيرد على كل الافكار العبيطه بتاعت النهارده، هل هي الملذات الجسديه، هل هو الاكل، الشرب، حتى النجاح المادي، حتى النجاح في العمل. بيقول له حلو انك تعمل، لكن في النهايه ولا حاجه. حلو يكون معك غنى، بس بيقول له ايه لازم تغنى لو انت عندك غنى كتير قوي وسبته العيل مش حكيم، هيضيعه كله اللي انت عملته ده كله، يجي ابنك وهو مش متربي ومش حكيم يروح يضيع لك كل مجهودك ده. ايه الحكمه ان يبقى عندك فلوس كتير ما استمتعتش بيها؟ ولا حاجه. كلت وشربت ووصلت، مش في النهاية انت هتموت والحيوان هيموت وخلصت. في قالب يعني صادم شوية، انما هو في النهاية عايز يفهمه انه الكلام ده مش هو ده المعنى، هو مش هو ده الهدف، لكن الهدف والمعنى دي او القيمة موجودة في حتة تانية، انه تعرف خالقك في ايام شبك. من جهة تانية لازم اخلي بالي طبعا ان انا لسه في العهد القديم، لسه ما جاليش نور اعلان العهد الجديد والنعمة والغنى والخلاص والصليب كل الحاجات الجميلة، الناس لسه في قالب بتاع الناموس، فما ننساش ان احنا لسه هنا في قالب الناموس، لسه ما وصلناش الى نور العهد الجديد. ففي حاجة اسمها التدرج الاعلاني دايما بنقول عليه، فالنور الالهي اللي واصل ده حجمه، وده افضل حاجة اتقدمت بيها. اي سؤال في الجزء ده؟ طيب خلينا ناخد الجزء الثاني بتاع المتبقين النهاردة، هو ازاي نتعامل مع امثال المسيح في الاناجيل اللي بتبدو لنا سهلة قوي، لكن فيها بعض النقط المهمة اللي نخلي بالنا منها، لأنه مش في كل حتة هي سهلة. لما أجي أوصل المثل أو البارابل اللي بيقدمه المسيح، ألاقي أنه هو بيستخدم قصة حقيقية من الواقع، لكن بيوضح بيها حقيقة روحية. فبيحكي حكاية طبيعية جدا متعلقة بالبيئة أو بالواقع بتاعهم، لكن بيقصد بيها بعد تاني، بعد روحي، زي مثلا قصة الزارع أو مثل الزارع. فبيحكي حكاية طبيعية جدا إن هم عارفين إن إيه واحد زارع خارج يبذر الحب بتاعه وفي الحقل، وإيه طيور السماء وإيه الأرض، نوعية الأرض المختلفة. لكن هو
خد القصة دي أو خد التشبيه ده والمثل ده بيقصد بيه حاجة تانية روحية. كلمة البارابل في الأصل بتاعها جاية من تركيبة كلمتين بارا اللي هي بجانب أو بسايد، وبالو إنه شخص يلقي أو ترمي شيء. فبكل بساطة لو حطينا الاثنين مع بعض بتعني إنه إلقاء الضوء على شيء من واقع الطبيعة، يعني بياخد شيء من الطبيعة المعاشة وبيلقي الضوء بيها على حقيقة روحية أو معنوية بيعلمنا من خلالها. الأناجيل المتوازية أو بسميها سينوبتيك جوسبلز اللي هي متى ومرقس ولوقا قدموا لي مجمل الأمثال بتاعت المسيح، وشفت انه هو كتير قوي استخدم الاسلوب. فتقريبا في عندي حوالي 35 مثل موجودين في الأناجيل. يوحنا ما قدمش الأمثال لكن قدم فترات طويلة من الحوار المسيح وتعليم المسيح وحاجات مختلفة شوية. الهدف اللي بيحمله المثل حقيقة الناس بتقول انه المثل علشان يوضح، لكن اللي كان بيقصده المسيح ان المثل ما يوضحش، انه كان بيخفي الحقيقة عن غير المؤمنين لكن كان يعلنها للمؤمنين. عشان كده بقول انه الامثال بتاعت المسيح مش زي ما الناس متصوراها بالسذاجة او البساطة قوي، ان هي واضحة قوي، لا هي مش واضحة. والمسيح قصد يقول المثل مش عشان يوضح قصته، ده بيقول المثل عشان يخفي بيه اللي هو عايز يقول بس الناس تانية تفهم. فمثلا في متى 13 من آية 10 و 11 لما تلميذكم قالوا له لماذا تكلمهم بأمثال، فأجاب وقال لهم لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أما لأولئك فلم تعط. فقال لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الباقين فبأمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون. في لوقا 8 10 بيقول لهم كده، فقال لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الباقين بأمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسامعون لا يسمعون لا يفهمون. يبقى بيسمع ويتخبط لكن مش فاهم، وكأنه أعمى مش شايف الحقيقة. لكن لناس معينة الأمر واضح، لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار الملكوت. يبقى المثل الهدف منه بيثير رد فعل المستمع ويقوده أن يأخذ قرار، القرار أنك تتبع أو تسيب. في أجزاء كتيرة أمثال المسيح ارتبطت بحاجة اسمها ملكوت السماوات أو ملكوت الله، وهنا بقى الحتة اللي عليها شغل كتير. يا ترى ملكوت الله ده هو الحياة الأخرى؟ يا ترى ملكوت الله هو الكنيسة؟ يا ترى ملكوت الله إيه بالظبط؟ هنا الكلمة دي من أصعب مصطلحات العهد الجديد، ولا يمكن أنها تتاخد بالطرق اللي احنا أو الناس كثيرة بتعمل معها بشكل ملكوت الله يعني تخش السماء. لا خالص، لأنه ملكوت الله في كل مكان ليها معنى، وفكرة الملكوت الله دي حاجة كبيرة محتاجة تدرس، مش سهلة الحقيقة. ما أقدرش أقدمها دلوقتي، موضوع كبير قوي وصعب. عشان كده لازم نتعامل معاها بنوع من الحذر، ومش بسرعة أنسبها إنها كنيسة، لأنه نخلي بالنا إنه الكنيسة لسه ما ابتدتش في الأناجيل. الكنيسة بدأت إمتى؟ الكنيسة بدأت في أول سفر الأعمال يوحنا الروح القدس. فهنا أنا لسه في فترة انتقالية، فكلمة الملكوت دي ليها معنى وليها صدى عند اليهودي.
يختلف عن الكنيسة. ونشوف هنا ليه مش هينفع الكنيسة وليه مش هينفع يبقى في كل الحالة يقصد بيها الحياة الأخرى أو الحياة الأبدية. في بعض الأمثال هنشوف إنه يقول إيه، الواحد زرع قمح وبعد كده جم الفلاحين بيقولوا له أيه فضل. معلش قبل ما نسيب ملكوت الله في لوقا 17:21 في آية واضحة بتقول هوذا لأنها ملكوت الله داخلكم. إن هو ما بيتكلمش عن حاجة بعيدة ولا حاجة أخروية ولا حاجة أبدية، وإلا ما كانش قال داخلكم. لإيه رأيك؟ مكتوب مني. لا لا. لا لا أوكي. ما هي ملكوت الله ليها كذا، ليها كذا بعد. يعني الملكوت ده عامل زي دوائر جوا بعضها، يعني اختصار عشان ما نطورش بس الحكايه. في بعض الاوقات بيقصد بيها دائره الاعتراف بالله، دائره الاعتراف المسيحي. بعض الاوقات يكون بيشير الكنيسه، في بعض الاوقات بيشير للنهايه، في بعض الاوقات بيشير لحاجه جواك، بعض الاوقات بيشير للملكوت الارضي. فالموضوع موضوع كبير ومحتاج في كل مره، يعني اولا محتاج دراسه لكل التفاصيل دي كلها، ومحتاج يتفهم هو هنا بيقصد ايه. انا لسه هدي المثل، مثلا لما بيقول الزارع اللي زرع القمح وطلع قوم الفلاحين بيقولوا ده في زوان كمان طلع معاه، نشيله دلوقتي؟ قال لهم لا، دعوه ما يميان معا، وفي النهايه انا هجمع القمح الى مخازن والزوان ده والقش احرقه. ف لو سألت السؤال وقلت يا ترى هل هو بيقصد هنا الحياة الأبدية؟ أقول أكيد لأ، لأنه في الحياة الأبدية مش المفروض يكون في زرع، في حنطة وفي زوال. هل بيقصد الكنيسة؟ مش المفروض يكون كده. طب بيقصد إيه؟ بيقصد الفترة الزمنية ما بين مجيئه الأول ومجيئه الثاني، هي دي فترة الملكوت كلها. وفيها ناس بتقول إحنا بنعرف الرب، فيها ناس بتقول احنا مسيحيين، اوكي، دي بتسميها دائره الاعتراف. جوه الدائره دي في ناس كذابه وفي ناس حقيقيه. فامثال الملكوت بشكل او باخر عامله زي بيديني شوتس كده او فيديو كليبس عن اجزاء مختلفه، فوراني فكره الزارع اللي بيرمي كلمه الله، وناس بتقبل وناس لا، واللي بيقبل ده القلب الجيد اللي بيسمع الكلمة وبيخبيها وبتثمر جوه. وراني مشهد تاني من ملكوت، ازاي كلمة الله بتنمو، لكن الإيمان كمان ينمو. وفجأة تبص تلاقي انه جه جوه الإيمان ده طيور السماء. في بعض الناس متخيلها انه فكرة انه الحبة الخردل الإيمان كبرت وكل الناس لقت راحتها. طيور السماء قبلها مستخدمة بطريقة انه طيور السماء كانت خطفت الحب الراجل رماه في الارض. فطيور السماء مش في كل مرة حلوة. طيور السماء هنا في الامثال بتشير لحاجة تانية، فعايز اقول انه شجرة الايمان دي ممكن تكبر قوي، ولدرجة انه يبقى في حاجات جوه ناس وحشة، يكون في حاجات جوه دايرة الاعتراف المسيحي دي او دايرة الاعتراف بالله، في ناس طيور، يعني عم تسأل طيور اللي خطفة لكلمة الله، زي الزرع والقمح والزوان. في بعض الأجزاء بيتكلم على التاجر اللي لقى الأجرة حسنة كثيرة الثمن، مضى وباع كل ما له واشتراها. وحدة تانية بيتكلم على الكنز المخفي في حقل. إيه الفرق بين ده؟ فبيديني يعني زي شوت كده على أجزاء معينة كأنه كليبات من فيلم، لكن بيحكي الحكاية من أول مجيئه الأول إلى مجيئه التاني. فده الفترة الزمنية الطويلة اللي فيها بيقصد فيها الملكوت. جزئية منها فيها الكنيسة، جزئية منها أوقات بتشير للنهاية، جزئية أوقات بتشير للفترة الحالية. عشان كده الكلمة أو العبارة دي بقولها الحقيقة بقولها بكل اتضاع، يعني فعلا صعبة صعبة ومحتاجة هدوء في التعامل معها، عشان الناس بسرعة بتلقي عليها إن هي يا إما الحياة الأبدية أو هي الكنيسة. فمحتاجة بس دقة شوية في أو حذر في الموضوع. طيب أتعامل إزاي مع نصوص بتاعت أمثال المسيح بغض النظر عن فكرة الملكوت؟ أولا خلينا نخلي بالنا أنه ننتبه كويس قوي للخلفية التاريخية.
لان هو بيستخدم حاجه من واقع البيئه وواقع الثقافه بتاعتهم. عشان كده هتلاقي فيه عادات وتقاليد وامثال وثقافه ولغه وحاجات تولز بيستخدموها. ويعني مثلا يقول له سكب على الجرح بتاعه زيت لانه زمان خمر وزيت. طب هو زمان كان ايه الموضوع؟ ما كانش عندهم ميكروكروم ولا عندهم الكول ينظفوا بيه ولا عندهم شاش وقطن. هو كل اللي بيعرفه الخمر عشان يطهر والزيت بيطيب. ده اللي كان بيعمله. اوكي. فكل دي حاجات محتاجة خلي بالي منها هي الخلفية التاريخية والبيئة والثقافة اللي كان فيها. المسيح كان بيستخدم حاجات من الحياة المعاشة. عشان كده هم فاهمين الكلام اللي بيقوله. الزارع والزرع والحصاد، القمح والزوان، شجرة حبة الخردل، اللص اللي طلع، اللصوص اللي طلعوا على الرجل الغلبان اللي كان نازل دم أورشليم وعروه ضربوه، والفندق السامري. كل دي عناصر من البيئة بتاعته. لما يتكلم على المصباح وعلى الزيت وعلى الشبكة وعلى الكرم والكرمين والتينة ووليمة العرس والعشار، كل ده محتاج. وانا بفسر المثل ارجع للخلفيه التاريخيه دي وافضل مخلي بالي اني ما اخرجش بره الاطار الثقافي ده وانا بفسر. بعد كده لما اجي اطبق صح. لكن مثلا لو انا عايز اقول، لما يقول ايه لا يقودون مثلا سراجا يدعون تحت المكيال، ايه المكيال ده؟ المكيال ده كان اناء بيكيلوا بيه الحب، فلما يقلبه ويغطي بيه المصباح او النور يبقى مطفي. اوكي. لو انا مش فاهم ايه هو المكيال هفسر النص غلط. لازم انتبه كمان نقطه مهمه قوي، هي انه دايما النص بتاع المثل كان في قبليه سؤال او قضيه او مشكله، واحتاج ان المسيح يرد على السؤال ده او على الحكايه دي بمثل. فلو انا مش واخد بالي ايه السبب اللي تقدم فيه المثل او ايه المشكله او السؤال، انا هفقد المعنى من المثل. زي لما جم يسالوه بيقولوا له انت ليه تلاميذك ما بيصوموش في حين تلاميذ يوحنا بيصوموا؟ فقال لهم مثل بتاع العريس ما بيصوموش والعريس بوستيهم. وكمان راح قال حاجه ثانيه، اتكلم على رقعه التوب، قال لهم ما بياخدوش رقعة قديمة حطوها على قماشة، رقعة جديدة حطوها على قماشة قديمة، ولا بيحطوا الخمر الجديدة في زقاق عتيق. لو أنا ما فهمتش أو أغفلت السؤال اللي اتسأل، هتبقى بالنسبة لي موضوع الرقعة والزقاق القديم والخمر الجديدة وموضوع العريس ما بيصوموش والعريس فستيهم مش هيتفهم خالص. ليه؟ لأنه عايز هنا في كل الحكاية يقول لهم أنا حاجة مختلفة خالص عن يوحنا. أنا مش جاي بكمل يوحنا، مش جاي برقع الطوب القديم ده، أنا شيء جديد خالص. أنا خمر جديد محتاج لإناء جديد. أنا ما جيتش أعمل حاجة وكأني برقع شغل قديم، لا لا لا، أنا شغل تانية خالص. وهنا دي النقطة المهمة اللي تخليني أفهم الأمثال دي. ففي مفتاح أفهم المثل إنه ليه بيقول كده. مثلا لما جت المرأة الخاطئة وغسلت رجليه بطمحها وسكبت الطيب وكده، والراجل السمعان اللي كان مستضيفه قال يعني الراجل ده لو كان نبي أو كان حد كان عارف إن الست دي وحشة. وبدأ يقول له، راح المسيح قال له عندي أسألك على حاجة، عايز أحكي لك حكاية. كان لمداين مديونان وسامح الاثنين، واحد كان عليه مش عارف 50 والتاني 500، تفتكر مين يحبه اكتر؟ قال له اكيد اللي سامحه ب 500. قال له بالصواب اجبت، هي دي كمان. فيبقى هو فكره المديون ده او المداين ده والراجل اللي سامح الاثنين مرتبطه بمشكله الست اللي دخلت مسحت رجليه وسكبت الطيب عنده، والفريسي اللي كان يعني مش عاجبه الست دي السابقه، والراجل ده لو كان فعلا نبي كان عارف انه الست دي وحشه. ففي حاجه استدعت ان يتقدم المثل. هي دي مفتاح اللغز، هي دي مفتاح النص اللي ساعدني افهم هو بيقول ايه.
كتير من الأوقات كان المسيح يقدم تفسير للمثل، ولما المسيح يقدم تفسير للمثل هنعتبر ان هو ده الأساس، محدش فينا يزايد عليه. مثلا لما المسيح شرح المثل الزارع، ما ينفعش انا اجي اقول حاجه تانية. لا، هنا بقى هنا خلاص يعني ما فيش حد ولا صوت يعلو عليه، فهو قال فخلاص، هو فسر وادانا المعلومه كم. حاجه الاخيره انه في حاجات في القصه، في عناصر اساسيه وفي عناصر ثانويه، او زي في نقول مثلا في فيلم في ابطال رئيسيين وفي ناس بيكملوا المشهد، يعني لو شلتهم مش اساسيين في الموضوع. ففي كل مره في المثل في حاجات عناصر اساسيه وفي عناصر مكمله للحكايه. لازم وانا بفسر اعرف اميز ما بين الاثنين، ايه المهم وايه الاساسي وايه هو الثانوي. لانه لو قلبت الادوار وركزت في حاجه مش هدف النص انه كان يركز عليها او المثل ركز عليها، اكيد هغلط. مثلا من اشهر الامثال هو مثل السامري الصالح. السامري واللاوي والكاهن دول بيشكلوا عناصر هامه جدا ليها مدلولها، لكن فكره الحمار والدينارين وصاحب الفندق حاجات، يعني لو كان قال اداله 3 دينارات لو اداله 10 دنانير مش هيفرق في حاجه. خده عند الراجل ده يطيب له او قال له خلي عندك لغايه لما يفوق. فدي الاجزاء اللي بتكمل القصه، لكن الفكره الرئيسيه متعلقه بمين؟ بالسامري ومقارنته باللاوي والكاهن في التعامل مع الرجل المضروب ده. ففي بعض الاوقات بعض المفسرين وبالذات اللي بيستخدم اللغه المجازيه التفسير المجازي يعني بيغالي قوي او بيجزاجريت في التعليق على العناصر دي. ده من اشهر الاساليب دي. مثلا العلامه اوريجانوس اللي كان من مدرسه اسكندريه، وهم دول كان اكتر ناس بيستخدموا التفسير المجازي او الروحاني، عمل كده. فقال ايه اوريجانوس؟ قال الرجل اللي وقع ما بين اللصوص ده هو آدم، واللصوص هم إبليس والملائكة بتاعته، الكاهن بيمثل الناموس، واللاوي بيمثل الأنبياء، لكن السامري يمثل المسيح. متواجدين بالكم هو عمل إيه؟ إدى لكل عنصر من دول تصور مش بتاعه. بسأله حضرتك قلت لي على الرجل المضروب ده او اللي وقع ده انه ادم، ايه اللي في النص هنا بيقول ان هو ادم؟ هو حب يألف القصه ليه؟ لانه السؤال هنا ما كانش عن ادم، السؤال قبلها بنقول مين هو قريبي. فحكى الحكايه بتاعت السامري واليهودي، لانه دول هنا اللي ما بينهم المشكله فعليا في ثقافتهم وفي حياتهم، في مشكله ما بين اليهود والسامريين. فحكى الحكايه عشان يقول له انه القريب منك هو الشخص اللي هيصنع بيك الرحمه. فهنا مش بيتكلم نهائي عن ادم ولا عن الملائكه والشياطين ولا بيتكلم عن المسيح. فاللي عمله هنا اوريجانوس بدا يروحن كل عنصر من هذه العناصر. حكى حكايه حلوه، والحكايه لوحدها جميله وصحيحه. ادم اللي ابليس خدعه والشياطين خدعته ووقع، وانه جاه الناموس وجاه الشريعه وجاه الانبياء، لكن في النهايه ياتي المسيح عشان ينقذ ادم. كلامك 100% صح، بس كلامك ال 100% صح ده ملوش اي علاقه بالمثل. دي مشكله التفسير المجازي. هو بيقول فكره صحيحه وعايز يوصل رساله حلوه، لكن لا تمت للنص بصلاه. فاللي بيعملوا ايه؟ بيلوي النص علشان يدخله في الفكره اللي هو عايزها، وده اللي بيخلي الكتاب يبوظ منه.
فعمل كده. بصوا قال ايه بقى، قال الراجل هو ادم، اللصوص هم ابليس وملائكته، الكاهن بيمثل الناموس، اللاوي بيمثل الانبياء، السميري بيمثل السيد المسيح، الدابه تمثل جسد المسيح اللي حمل ادم والبشريه، الفندق بيمثل الكنيسه اللي بتعتني بالانسان، اما الدينارين فهما يشيران الى الاب والابن. لو شلت المثل وخدت كلام أوريجانوس كده لوحده بتلاقي انه له معنى روحي حلو، لكن هل ينفع اركب الكلام ده على عناصر هذا المثل؟ لا خالص خالص، لانه في الحقيقه في المثل كله بيرتكز حوالين من هو قريبي، والاشخاص المهمين هم السامري واللاوي والكاهن، اوكي، الشخص طبعا المضروب، لكن الحمار ملوش اي اهميه، الدينارين ملهمش اي اهميه، صاحب الفندق ده حاجه في الباك جراوند، كانك مخرج وعندك شخصيات رئيسيه اللي على المسرح وفي شخصيات ثانويه واقفه ورا، فالمثل بيرتكز على الناس دي، ده الخطا اللي بيقع فيه الناس اللي بتفسر بتفسير مجازي. نرجع تاني لفكرة الملكوت ونقول انه اولا ما نسرعش نقول عليها ان هي الكنيسة، لكن الامثال دي بتشكل لمحات لفترة طويلة بيشغلها ملكوت في صورته السرية الغير معلنة، وبعدين في صورة تانية او في فترة تانية هيظهر فيها هذا الملك، عشان كده هي بتقدم لي فكرة وجود الخير والشر جوه هذه الحقبة الزمنية، والخير والشر دول موجودين وبيمثلوا مؤمنين حقيقيين وبيمثلوا أشخاص مش حقيقيين، ناس بتدعي أن لها الإيمان ولها المعرفة لكنها مش حقيقية، نسميهم الاعتراف الإسمي. فوسط الدائرة دي في زوان وحنطة شكلهم زي بعض، يمكن إحنا ما نفرقهمش، لكن مين اللي يعرفه؟ الرب. كمان في كلمة الملكوت زي ما كنت بقول من شوية مش مقصود بيها نهاية العالم أو الحياة الأبدية، لأنه بيتكلم على صور حقيقية وصور لتفاعل الناس في الحياة الطبيعية، عشان كده ما اقدرش أقول مثلا إن الزارع اللي بيزرع ده في ملكوت الله في السماء، لا مش هيزرع في السماء، حبة الحنطة حبة الخردل اللي هيتنمو ده مش في السماء، المرأة اللي خبأت حطت الخميرة في الثلاث أكال دي واختمر العجين كله ده مش في السماء، ده هنا. وإيه الموضوع؟ بيتكلم على خميرة، ودائما الخميرة بتشير للشر، فبيقول إنه العجين اختمر بس ما بقاش دي نقي، بقى دي مختمر، الناس بتقول إنه ده الجيل بقى يكرس بيه والناس كلها تعرف، لا 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 لا، لأنه دايما الخمير في كل الأناجيل في كل كتاب مقدس عمرك ما تلاقي الخمير اتقال عنه انه مرتبط بشيء صالح، الخمير دايما عنده في الكتاب المقدس كله عهد قديم وجديد بيشير الى الشر، يشير الى الفساد، نقوا الخمير اعزلوا الخبيث من بينكم، كان في عيد اسمه عيد الفطير بيشيروا كل خمير من بيوتهم، المسيح قال لهم احترسوا من خمير الفريسيين، خمير الصدوقين، من خمير هيرودس، يبقى كل مره جاء الخمير هي ما جاتش ابدا بشيء صالح. فهنا بيقول انه الدقيق اللي هو من حبه الحنطه لما دخلوا الخمير اختمر بقى شكله كبير، لكن للاسف كان حصل فيه ايه؟ في عناصر فساد دخل. فدي صعوبه الامثال او دي النقط اللي محتاجين نخلي بالنا منها واحنا بندرس امثال المسيح. مثال زي الزوان والحنطه زي ما كنت بحكي عليها بيحكي لي على عنصرين موجودين جوه الحياه، ده مش في نهايه الزمن، مش في الابديه، ده بيتكلم على ناس حقيقيه وناس مش حقيقيه. مثال الخمير ثاني اهو كنت بحكيه. فكل دي اجزاء في تفسير المثل محتاج اخلي بالي منها. طبعا انا مش حاطط امثال المسيح، لو انت حابب تعمل كده جرب تعمل ده وشوفه او شوفيه يعني ممكن تبعته لي ونشوفه مع بعض، يعني نقيمه مع بعض. لكن باختصار عايز اقول انه
اخلي بالي من النقاط المهمه ديت في الامثال، لانه مش في كل مره الامثال بتكون سهله، لازم امشي معاها بالراحه وافهم هو بيقول. وبشكل عام عشان تفسر صح، امشي ببطء، اقرا ببطء، اسال اسئله كثيره جوه النص، ما تتسرعش وتفرض انت على طول رايك. قارن ده بالحاجات التانية، يعني مثلا زي موضوع الخمير ده، الناس كتير قوي بتقول عليه ان هو يا ده الكنيسة لما تكتر والعدد يزيد. لا لا لا، هو مش بيتكلم على كده، هو بيتكلم على دخول عناصر فساد بتخلي الحاجة شكلها كبير لكن مش نقية. فكل ما امشي بالراحة افهم كويس. الحاجة التانية او الاخيرة اللي عايز اقولها لحضراتكم، ما تاخدش النص كتلة واحدة. كتير ده الشائع جدا، الناس تقرأ مثلا إصحاح ويروح مدي فكرة كده يحكي حكاية أو يعمل وعظة، ده مش تفسير أبدا. التفسير محتاج يروح لكل كلمة، خلي باله من كل فعل، زمن الفعل زي ما اتكلمنا في البداية وحكينا فيها كتير قوي. كل ما همشي بالراحة ودقق في الكلام ودقق في الضمائر وفي الأفعال وفي الحاجات اللي هي حروف الوصل والحاجات دي كلها، الكلام ده لأنه أنا بدرس نص أدبي اتكتب وتحط له ألفاظ دقيقة، ما ينفعش أجري عليها، ما ينفعش أخدها شيلة بيلة على بعض، محتاج أقف وأمشي واحدة واحدة، وإلا في النهاية هكون غصب عني أفسر بشكل مجازي وهعمل زي ما أنا الحمار هو مش عارف مين وده إيه وده إيه وده إيه، ونحكي حكاية تانية. وده اللي بتعمل في كتير من الوعظات، إنه تقرأ نص وتتكلم في حاجة تانية، أو الإنجيل بيقول كذا وإنت بتحكي حكاية ملهاش أي علاقة، حبوا بعضكم بعض. طب يا عم بس النص ما بيقولش حبوا بعضكم بعض، المسيح حبنا وفدانا، بس النص بتاع السامري الصالح ما اتكلمش عن المسيح اللي فداني، بيتكلم عن حاجه تانية. فسر صح عشان تطبق صح، احترم النص عشان النص يطلع لك معلومه مظبوطه، ما تحطش presupposition علشان ما تلخبطش نفسك. كل الحاجات، احترم الخلفيه التاريخيه، اللغه، القرينه، كل ده طبعا احنا حطينا تفاصيل كتيرة جنب الاساسيات، كل ده بيساعدني اني امسك النص وما اخليش النص يتوه مني او انا اقوله كلام هو ما قالوش. اي اسئلة؟ ليش المسيح ما كان بده الناس التانيين يفهموا الامثال؟ حاضر، سؤال جميل. ليه المسيح ما كانش عايز الناس التانيين يفهموا الامثال؟ لو لاحظنا في الأناجيل، فترة حياة المسيح وخدمة المسيح 30 وشوية لعدم الأرض أو الخدمة في الأرض، هو قدم نفسه في البداية وقدم لهم نفسه كالمسيا اللي جايين اللي هو منتظرينه، لكن في النص أو في الجزء الأولاني ده بعد ما عمل كل ده وعمل لهم المعجزات اللي هم متوقعينها، اتهموه إنه هو بيخرج الشياطين ببعل زبول، ونسبوا الأفعال العظيمة اللي بيعملها المسيح اللي هي مفروض بيعملها بقوة الروح القدس، نسبوها إلى قوة شيطانية. فالمسيح قال لهم أنتوا كده جدفتوا على الروح القدس، ومن وقت ده ابتدأ المسيح يتكلم بأمثال، بالضبط زي ما تكوني بتعملي كل حاجة لينا وفي النهاية إحنا يعني ما اهتمناش بيك خالص، انت قلتي خلاص انا هاخد حاجتي واخد واحد على جنب. فالمسيح خد نوره وراح على جنب، وبقى كل اللي ماشيين معاه بيفهمهم. لما يتكلم بمثل، المستمع اللي هو المقاوم يحس انه الكلمة بتخبطه، زي لما اتكلم عن الكرامين اللي قتلوا صاحب الكرم، ابن صاحب الكرم، وقال انه يؤخذ منهم الكرم ده يعطى للناس تجيب ثمر، فحسوا انه هو بيتكلم عليهم. لكن الفهم الكامل والاستنارة الكاملة لا، لانه
يتقال عنهم كده في أشعياء، وهو الرب استخدم كلام أشعياء قال عشان يكونوا مبصرين لا يرون وسمعون لا يفهمون. فيفضل المثل بيقدم الحقيقة بيخبط المستمع، المسيح بيفسره للدائرة بتاعته القريبة عشان يفهمهم، قال لهم لكم أعطي أن تفهموا أو تعرفوا أسرار الملكوت، لكن بالنسبة لهم أمسكت أو منع عنهم ده. فيفضل المثل ليه تأثيره، وفي جانب معين أو مجموعة معينة اللي عندها الاستنارة اللي بتفهم كلام الرب أو الرب كمان يشرحه. وده كان جزء من الخطة، أنه أنتوا رفضتوا النور فالنور يبتعد عنكم، خليكم في الظلمة بتاعتكم. ده اللي قاله يوحنا، أنه كان هو النور الحقيقي والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه، ولكن كان في العالم والعالم رفضه، الظلمة رفضته مش عايزاه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما جميع الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. فالمقدمة بتاعت يوحنا بتحكي لي الحكاية، هو جه نور في وسط الظلمة لكن الناس حبت الظلمة أكثر من النور، فما فهموش النور جه بس هم ما فهموش، ده اللي حصل معاهم. ده كان الاتيتيود بتاع المسيح في تقريبا في الفترة الثانية من خدمته أو الجزء الثاني من خدمته، إنه كان عنده دائرة بتاعته اللي بيشرح لها، لكن الناس الثانية لا. بس أنا بفهم إنه لجميع الأمم دائما اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، يعني لكل الناس مش لناس معين للي فهم أو للي ما فهم. لا أنا مش بقصد إن ناس وناس، أنا بتكلم على اليهود الخاصة بتاعت المسيح اللي هو أصلا كان جاي لهم، يعني يعني بداية خدمة المسيح كانت في وسط شعب الله القديم وسط اليهود، وجي بيقدم لهم الرسالة وجي بيقول لهم أنا هو وأدي المعجزات بتاعتي هي اللي بتقول أنا المسيح وأدي الحكاية كلها وأدي شهادة يوحنا المعمدان، أوكي، فعلم وصنع آيات، وفي النهاية قالوا له أنت بتخرج الشياطين ببعل زبور، قلت خلاص شكرا واخد بعضه وخد جنب. فالكلام اللي كان بيقوله طالما انتوا رفضتوا النور ادي النور هاخده خليكم في الظلمه بتاعتكم، ده بيتكلم على اليهود مش بيتكلم على الامم. يعني كلامك صح انه الانجيل مقدم لكل العالم كل الناس يهودي واموي كل الناس، لكن في فتره خدمه المسيح على الارض الامثال اللي كان بيقولها علشان الناس اللي رفضته ما تفهمش حاجه، تفضل بتتخبط مثلا يحس ان هو بيوجعه لكن هو مش فاهم، فيقولوا كده كأنك بتشوف بس مش عارف تفهم حاجة، تسمع ومش فاهم، مبصرون لا يرون وسمعون لا يفهمون، سامع وشايف بس مش راضي يقبل الحق. فكأنه عقاب لي أنه أمور الله ديت كانت محجوزة عنه وهو يسمعها بس مش فاهم. شكرا. أنا عندي استفسار أخ بس. شو تفضل أخ بس. تفضل. علم مبادئ تفسير الكتاب. نعم. اللي موجود يعني المفسرين المسيحيين اللي عملهم بيتبعوا علم مبادئ التفسير المسيحي التفسير الكتابي. نعم. هل هاي المبادئ هي نفس المبادئ اللي بتتبعها المفسر اليهودي؟ لا، المفسر اليهودي بيتبع الأسلوب المجازي جداً. يعني مفيش نص إلا ما بياخده بشكل ببعد تاني، تحس إنه بيخلق معاه جو من الروحانة أو الأفكار الغريبة شوية عن النصوص دي، بالإضافة لأن هم أنت عايز تقول إن هم يعني لو قروا العهد القديم المفروض يفهموا إن المسيح جه. أنا اللي عايز بالضبط، أنا اللي عايز أقول مبادئ التفسير الكتابي ده علم. نعم. ده مفروض المفسر. مفروض العلم. اشتغل عليه خاصة مبادئ التفسير الكتاب الحديث مفروض يكون متفق عليه. نعم. بمعنى أن المفسر المسيحي والمفسر اليهودي هي أسس ومبادئ مفروض الاثنين يشتغلوا عليها. نعم. لأنه ده علم في النهاية. نعم. فإذا كان كده اللي محيرني إزاي المفسر اليهودي ما قدرش يوصل أو إزاي فسر مثلا مزمور 22 على سبيل المثال أو باقي النبوءات اللي تتكلم عن ما فسرها إزاي؟ بيفسر على إنه ده إسرائيل المتألمة، لأنه هو عنده افتراض مسبق بيمنعه
غصب عنه يفهم النص. الافراد المسبق ده انه المسيح لسه ما جاش، اللي جه ده حد تاني كذاب واتخدع فيه مجموعه المسيحيين، لكن احنا اليهود لسه المسيح بتاعنا ما جاش. فالنصوص اللي عنده ده هو عارف ان المسيح هيجي، عارف كل التفاصيل دي كلها، لكن لما يجي يتفرج على نص مثلا زي اشعيا 53 او زي مزمور 22 او مزمور سقوي يداي ورجلي بيفسرها ازاي، مش بيلاقي لها حاجه يقول ايه ده اسرائيل المتالمه، احنا بقى لنا 19 قرن كل الناس زلتنا وتعبتنا واضطهدنا وقتلونا والنازي هتلر وعملوا، فده نوع من الالام اللي مرت بيه اسرائيل. اوكي، فبيروح النبوات بالطريقه دي. وعايز اقول لحضرتك حاجه، هو علم التفسير الحقيقه نفس العلم ده انت ممكن تطبقه على اي روايه او اي نص عمل ادبي تقراه. النهارده كمان حتى في دائره المسيحيه، رغم انه بالظبط ده اللي بيدرس في كل المعاهد المسيحيه والجامعات المسيحيه، لكن هتلاقي ناس برضو مع انها بتدعي انها بتتبع هذا التفسير، لما يجي عند نبوات العهد القديم يقول لك لا ده لازم تروحانها، لازم تفسرها مجازيه. طب ليه؟ عشان تبقى ليها فايده للكنيسه. اي ما هيبقى ليها فايده للكنيسه لما تفهمها صح؟ لا. فعايز اقول لحضرتك النهارده حتى المفسر المسيحي او بعض المفسرين المسيحيين بيتبع اسلوب خاطئ لانه عنده افتراض مسبق. زي مثلا لما اجي اقرا نص بتاع يوحنا 3 لما ربي يسوع بيقول لنيقوديموس ينبغي ان تولد من فوق، انك تتولد من الماء والروح. اوكي، على طول اول ما لقيت ماء قلت المعموديه، ولو جبت لي 100 عقل فوق عقلي هفضل اقول لك معموديه. طب هي مش معموديه. لا، لو فكرت بمنطقيه بعيدا عن اي حاجه، بعيدا عن اي اختلاف في الطوائف، لو فكرت في النص وفكرت بس بشكل منطقي جدا هسأل السؤال، يا ترى كان في معمودية مسيحية ساعتها؟ لا لسه. كان في كنيسة ساعتها؟ لا لسه، احنا لسه بنتكلم في يهودية، المسيح جوه اليهودية وبيخدم جوه اليهودية. وبعدين بيقول له أنت معلم إسرائيل ولا تعلم؟ معنى كده إنه فكرة الماء والروح دي موجودة في العهد القديم، وأنت كمعلم إسرائيل كان ينبغي إنك تعرفها. أوكي، يبقى مش بيتكلم عن المعمودية خالص. الكلام ده موجود فين؟ موجود في سفر حزقيال، موجود في أرميا، لما بيقول لهم انه في عهد جديد هعمله معاكم، انه ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون واعطيكم من روحي. يبقى في فكر الله وقالوا اعلنوا في العهد في نبوات العهد القديم انه في حاجه جديده هيعملها لهم، انه يصفح عن خطاياهم ويطهرهم من خلال عمليه الرش الماء او التطهير، بيقصد بها ان هي التوبه والتطهير من الخطيه، وانه يعطيهم الروح القدس. فاذا الحوار هنا ما بيتكلمش عن المعموديه، لانه المعموديه في حد ذاتها لوحدها مش هتدخل السماء. وهنا مش بيتكلم برضو عن السماء، بيتكلم على ملكوت الله. فيها عناصر بتحتاج مني للدقه، لكن الافتراض المسبق انه هنا اي ميه هلاقيها تبقى معموديه، ده يخليني غصب عني لازم اغلط، ويخليني لازم اروح عن النصوص واخدها بشكل مجازي عشان اخليها تركب على القالب اللي انا عايزه. ده اللي بيقع فيه معظم المفسرين. يعني لما تيجي تقرا حضرتك مثلا اقول مين مثلا، يعني هتكلم على واحد مثلا اسمه جيمس انس. جيمس انس بيقول لابد ان تفسر نبوات العهد القديم التي لم تتحقق بعد، لابد أن تفسر مجازيا. طب ليه؟ لا، لأنه هو رافض تماما فكرة عودة إسرائيل مرة تانية وفكرة الملك الأرضي للمسيح. فلأنه هو رافض الفكرة فبيرفض أي تنويه ليها بيجي في النبوات، فلازم يلوي النبوة أو يلوي الآية عشان تبقى بتخدمه هو. يا أخ باسم، ما يمكن هو مش رفضها قد ما هو confused في موضوع المجيء الثاني. يعني هو في النهاية في حاجات بتقول له
ده مش هيحصل، وفي نفس الوقت هو confused، فبالتالي ما هو انه اضطر انه يقفز لهذا الاستنتاج. ما هو الconfusion جاي لانه ده الترند او ده اللاين اللي هو متعلم فيه، وده اللاين هو اللي هو استقاء، فبيرفضه تماما، بيرفض اي راي تاني، وبيرفض انه يقبل انه يشوف الفكره الثانيه. فدي عشان كده بقول انه نفس النص، يعني نفس التولز موجوده بين ايدين كل واحد، وفي كل الكليات اللي هو كل المعاهد المسيحيه بتتقدم نفس الكلام ده بالظبط، لكن تطبيقه واستخدام استخدام التولز، عارف زي ما اقول ايه، مثلا انا اديتك، انت كنت راجل مهندس سيارات وبتعرف سيارات كويس قوي، لو اديتك نفس الشنطه اللي فيها العده بتاعه الصيانه تختلف عن لو اديتها لواحد تاني ميكانيكي بقى وايديه في الحرفه، انت تعلم الموضوع ثيوريتيكالي مثلا، لكن ما اشتغلتش بايدك، التاني اشتغل بايده كتير قوي، فاستخدم الحاجات بسرعه جدا وطلع الموضوع. انت ممكن تبقى لسه مش عارف المفتاح ده بيركب فين وده بيركب فين، لكن هو بيعرف. فنفس الفكره دي، نفس التولز موجوده عند كل الناس وممكن كل الناس تتعلمه، ولكن عنده حاجات اثرت عليه خلته على طول، مثلا لما شاف كلمه ميه قال معموديه، لما شاف كلمه مثلا خشب قال صليب، غصب عنه غصب عنه، لانه في حاجات مترسبه في ذهنه، ممكن تكون من خلال التوجه بتاع الطائفه، من خلال التوجه بتاع الفكر اللي هو اتربى فيه نشا فيه، بيمنعه او بيعمل له نوع من الكونفيوجن زي ما حضرتك بتقول، انه افهم النص زي ما هو اتكتب. وده اللي حصل مع اليهودي، ده اللي حصل مع اليهودي النهارده، ان هو مش عايز يفهم النص اللي زي مثلا ما انت بتفسره النهارده نص اشعياء 53، بتقول له طب ما هو موجود، يقول لا ده بيتكلم على اسرائيل العبد المتألم. طب ازاي اسرائيل العبد المتألم اللي بيقول انه يعني كشاة تساق الى الذبح، وانه بمعرفته يبرر كثيرين؟ مين هو ده؟ مين هو اسرائيل ده اللي بمعرفته يبرر كثيرين؟ واخد بال حضرتك؟ فهي الفكره في كده، انه عندي افتراض مسبق منعني من اني اخطو الخطوه الثانيه. شكرا ليك اخ نصيف.